سطر اسمه بحروف من ده اللي اسمه تملي مربوط بالأداة اللي سطر اسمه بحروف من ده اللي اسمه تملي مربوط بالأداة اللي لما نقول مهارة اسمه لازم يتذكر اللي لو نذكر تاريخه كله لازم يفتكر لازم يفتكر لازم يفتكر اللي شرف اسم بلده قبل ما يشرف نادي اللي أخلاقه ومبادئه تملي تتكلم عليه اللي شرف اسم بلده قبل ما يشرف نادي اللي أخلاقه ومبادئه تملي تتكلم عليه اللي مشهور باحترامه من أيام ما كان لعيب اللي حبه كل مصري هو محمود الخطيب للخطيب وعيشوه يا عمي ورايزه محمود الخطيب لو بره الملعب او جوه هو باخلاقه زي ما هو دايما كل صفاته الحلوه بتبان في غيابه وفي حضوره الموضوع مش لعب وكوره ده معلم استاذ اسطوره لمحبه في قلبنا محفوره واسال على بيبو جمهوره لو بره الملعب او جوه هو باخلاقه زي ما هو دايما كل صفاته الحلوه بتبان في غيابه وفي حضوره الموضوع مش لعب وكوره ده معلم استاذ اسطوره لمحبه في قلبنا محفوره واسال على بيبو جمهوره واسال على بيبو جمهوره اللي شرف اسم بلده قبل ما يشرف نادي اللي اخلاقه ومبادئه تملي تتكلم عليه اللي شرف اسم بلده قبل ما يشرف نادي اللي اخلاقه ومبادئه تملي تتكلم عليه اللي مشهور باحترامه من ايام ما كان لعيب اللي حبه كل مصري هو محمود الخطيب